ينضم إلينا الآن من برلين الصحفي عبد الرحمن عمار. سيد عبد الرحمن، أهلا بك معنا. إذن ألمانيا تستعد لاستضافة هذا المؤتمر الذي بات يعرف بمؤتمر برلين 2. بداية، لو تطلعنا على الأجواء المصاحبة لهذا المؤتمر، وما المتوقع منه فعليا في ظل كل التطورات الأخرى التي شهدناها على صعيد الملف الليبي؟ نعم، نائب التحالف المسيحي في البرلمان الألماني الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية قال بأن الهدف سيكون هو تذكير فرقاء السياسيين وأطراف الصراع الداخلية وحتى الخارجية بمخرجات مؤتمر برلين، وعلى أبرز تلك المخرجات هي هدنة طويلة الأمد والعودة إلى المفاوضات وإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي. وهناك التذكير سيكون أيضا في اتجاه ثاني الأطراف الخارجية من أجل إيصال السلاح وحتى المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا. طبعا هناك شكوك حول نجاح هذا المؤتمر، هناك من يرى أن ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، الرئاسة الدولية، لديها مسؤولية سياسية أكبر، ليس فقط لأنها نظمت المؤتمر الأول، ولكن لأنها الآن تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي. انتقادات أخرى تقول بأن الأوروبيون يتحركون كلما زاد عدد اللاجئين الذين يعبرون المتوسط نحو أوروبا، لكن هناك بعض المتفائلين الذين يقولون بأن الآن هناك معطيات جديدة وحتى ضلوع أردوغان في القتال والحرب القائمة الآن بين أذربيجان وأرمينيا ستجعل الأوروبيين يعرفون بأن أردوغان سيتجاوز كل الحدود ويريد الحضور في كل مناطق الأزمات لتحدي الأوروبيين. ولكن سيد عبد الرحمن، يعني هذا دعنا ربما لنستذكر مخرجات مؤتمر برلين. واحد منها فرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة في ليبيا، مراقبة حظر السلاح، وهذا لم يحدث حتى الآن. بالتالي مؤتمر برلين 2، هل هذا يعني بأننا نعود إلى المربع الأول حتى قبل مؤتمر برلين رقم 1؟ نعم، من وجهة نظر ألمانيا يقولون بأن الحديث المباشر ومحاولة إحياء المفاوضات أفضل بكثير من القطيعة والتباعد. فيما يخص العقوبات، المشكلة ليس في فرضها بل في تطبيقها، ويجب أن تكون هناك متابعة، وبالتالي سيكون التوجه في أن تتولى الأمم المتحدة دورا أكبر على المستوى المحلي يعني في ليبيا، وأيضا لمراقبة كل حظر لما تم التوصل إليه. من سيطبق ذلك وهل سيطبق؟ هذا هو السؤال الأكبر. وربما هذا المؤتمر قد يكون كسابقه فاشلا، أو ربما قد يخرج بتوصيات قد تكون بداية لفرض عقوبات أكبر على كل من يخرق. المعروف الآن بأن اللقاء الثاني في برلين يتم وسط متغيرات كبيرة، أبرزها إعلان السراج بأنه سيتخلى عن السلطة، وأيضا كما قلت الدور التركي لا يمكن إغفاله في ليبيا. وهناك غضب أوروبي الآن من سياسة تركيا تجاه اليونان وتجاه ليبيا وتجاه أرمينيا في دعم أذربيجان. وهناك من المتوقع أن يكون للفرنسيين دور أكبر، لأنهم هم الذين ينتقدون الدور التركي بشدة مقارنة مع الألمان وباقي دول الاتحاد الأوروبي. شكرا لك الصحفي عبد الرحمن عمار، كنت معنا من برلين.